ضربوهم، مرتو ماتت، جاتها القرطاسة في راسها ماتت وهي حاملة، يربحها يذبحها. يعني حنا 30 مغربي في الليل تفضوا، ما كتشوف شكون حدك في الزنقة، بغيت يلقاو لينا حل. بزاف الناس كيكتبوا لي باللي خرجوا، علاش ما خرجتوش، خرجوا شدوا طاكسي سيروا في التران شوفوا بوس. ما يمكنش ما يمكنش، التران ما كاينش من النهار الاول، ما كاينش التران، سومي ما فيهاش تران من النهار الاول، المعابر ما يمكنش نخرجوا منها. البارح واحد السيد باقي في اخر حي اللي كاين في سومي، ضربوهم، مرتو ماتت، جاتها القرطاسه في راسها ماتت وهي حامله وعندهم جوج ولاد في الطوموبيل. يعني ما يمكنش تجي وتخرج، ما عندكش كيفاش دير تخرج. الا بغيتي تخرج خاصك تشهد، خاصك دير ديك اللعيبه ديال يربحها يذبحها، شي حاجه اخرى ما كايناش. الا بغينا نخرجوا خصنا شي واحد اللي غيامن لينا المعبر باش نخرجوا، سينو ما يمكنش ما يمكنش. حنا كنا واحدين، حنا 30 مغربي، من غير الهنود، من غير الافارقه، من غير العرب اللي كاينين هنايا، حتى حد ما قادر يخرج، حتى حد. الا فتي باب الدار ما تقولها لحتى واحد. في الليل تفضوا، ما كتشوف شكون حدك في الزنقه، باش تهبط للملجأ لتحت في لاكاف ما يمكنش. ديك الدقيقه اللي غنمشي فيها انا غير لذاك الملجأ دازت عليا بحال ما عرفت شحال من نهار. عليا شفت الجيران وكنت كنسلم عليهم، شفت واحد الاستاذه ديالي وسلمت عليها وداكشي، سولتها كي دايره. باش وصلنا لذاك الملجأ يعني راه كنقولوا صافي دابا يكون شي واحد مورانا يتيري فينا ولا تجرى شي حاجه. انا كنعاود راه ما كنخلاش بنادم، ما كنقولش هادشي باش يتخلع بنادم، بالعكس بغيت يلقاو لينا حل، حيت الناس كلشي خايفين، الناس كلشي خايف، اوكرانيين خايفين، كلشي خايف، كلشي خايف. اشنو بغيت نقول تاني؟ كتشوفوا حوايجي انا ما بدلتهمش 3 ايام، ما يمكنش الوقت باش تمشي غير تبدل وتاخذ دوش، ما كاينش، ما كاينش بمره. يعني غادي سو خرشو سو بودت خرشو كتو دا بوكا سو خرشو سبيسيبا. كما قلت لكم راه كلشي اللي كيدوز كيبقى يسول وكيقول لك كيفاش دايرين، وهذه مهم من هاد الناحيه كلشي كيطمن، ما كاينش العنصريه الحمد لله، غير هو الناس خاصهم يحاولوا يتداخلوا معاهم باش يحسوا بهم راه بحالهم. هادشي نداء لكل شيء اللي كان في اوكرانيا، يحاول يكون ظريف مع الناس باش يكونوا معاه ظريفين. المهم غنرجع للسوجي، انا حوايجي ما قدرش نبدلهم حيت ما يمكنش تدخل للدوش، ما يمكن، ما عندكش الوقت، ما غتخاف اي حاجه تجرى. الحمد لله كنغسل وجهنا. وبالنسبه للماكله راه حتى هي كناكلوا اي حاجه كانت قدامنا، كنحاولوا ناكلوا وسورتو لي شوكولا، وكنشربوا لي بواسون انرجيتيك باش شويه تعطينا الطاقه. محدهم دابا باقي كاينين كيتباعوا، سينو راه ما يمكنش، ما يمكنش. واحد الرعب خيالي خيالي خيالي، انا بنت وكنحاول نشد في راسي وهكا، ودراري حتى هما راه خايفين، واخا راه كنقولوا رجال وهادي وراه ما غيخافوش، ماشي بحال البنات وهادي، راه كلشي بحال، كلشي بحال بحال. الله يفرجها علينا ودعوا معانا، وكنتمنى يقدروا يلقاو شي حاجه باش يامنوا لينا شي معبر. هذا هو اخر حل ممكن يكون. غنقول حاجه اخرى، بزاف الناس اللي كيجوهم كيجوهم دراري وبنات كاينين في سومي، كنقول لكم سمحوا لي بزاف الا كنت كنخلعكم، سمحوا لي، انا عارفه ان ممكن هما كيحاولوا ما يخلعوكمش، ولكن سمحوا لي بزاف. انا كنقول هذا الشيء باش الناس يعرفوا حنا شنو كنعيشوا، باش يلقاو لينا شي حل، باش نلقاو شي معبر اللي نخرجوا منه وحنا امنين. زعما جو ريبيت، سمحوا لي بزاف، سمحوا لي. حنا وصلنا لفرونتيغ الحمد لله، نتوما كيفاش كتشوفوا الاجواء؟ انا صورت لكم. كنشكر اي واحد دعا معانا ووقف معانا، والله حتى وقفتوا معانا واحد الوقفه اللي ما كناش كنتخيلوها بزاف كاع. يا ربي من قلبي يسهل على اي واحد باقي حاصل تما، واي واحد باقي حاصل وعنده كيفاش يخرج، خصوصا الناس ديال خاركوف راه عندكم كيفاش تخرجوا لحد الساعه، خرجوا ما تردوش. بالنسبه للناس الاخرين الله يكون في عوانكم، اللي ما عندهم يخرجوا ربي يدير لكم تاولت الخير، ربي راه معاكم. حنا كيف قلت لكم دابا وصلنا الحمد لله، غادي نباتوا هاد الليله. الناس اللي هنايا قالوا لنا راه لي فرونتيغ مبلوكين، باقي لنا دابا واحد 2 كيلومتر على هذيك لي فرونتيغ، قالوا لنا لي فرونتيغ راهم مبلوكين. لقينا هنايا كيف صورت لكم هذوك الناس، الماكله مساكن كيعطيوها لنا، الماء، الشاي دافي، السخونيه. بالنسبه للناس اللي غيجيو هنايا ستيشن من الهيها، من الى وصلتوا لي فرونتيغ كاينه ستيشن، ولو وصلتوا هنا راه من قبل هادو راه كاينه ستيشن.
تباتوا تدوزوا الليله وتقدروا تلقاو حتى الشارجر على حسب ما قالوا لي الناس هنايا. المهم حنا ما خسرناش نمشيو دابا حيت تما غاديين البرد وغتنتكرفصوا بصح. اختارينا نتبعوا شنو قالوا لنا الناس هنا، قالوا لنا جلسوا حتى الصباح بكري وخرجوا. حيت لي كونتي دابا راه مبلوكيا. مي الحمد لله بغيت نشكر اي واحد كيف ما كان دعم معنا، والناس ديال السوشيال ميديا راه وقفت معنا بزاف. بغيت نقول للناس اللي باقا حاصله يا ربي دير لكم تاويله الخير، يا ربي توصلكم لهذا النيفو اللي وصلنا ليه. كيف قال نيت خويا يونس، جريوا على راسكم راه ما سهلاش والطريق راه طويله بزاف، ولكن صبرت وما صبر صبر باقا لنا واحد الليله قاصحه دعوا معنا. ولكن حنا ما كيهمناش، حنا المهم وصلنا للامان وما كنحسوش براسنا بوحدنا، كنحسوا براسنا ان الناس معنا حاضنيننا وكيورينا شنو نديرو. المهم الحمد لله الحمد لله. الناس ديال خاركوب كنصيحه اون فوا تلقاو كيفاش تخرجوا من البلاصه فين مخبين، سيروا سيروا لجهه الترار، راه الترانات باقين. غتقولوا لي الطرديق، راه حتى انا كنت كنقول الطرديق، ولكن اون فوا سكت ديت الطاكسي الطاكسي ومشيت جهه التران. التران راه مامن، راه ما كيتحركش حتى كيعرف راسو فين محرك، وراه في الاخر ربي اللي كيحفظ. المهم انا غنشارجي تليفوني، لقيت فين نشارجي ونكمل لكم السطوريه. هنايا صافي دخلنا من الفرنسيه الحمد لله، هما طبعوا لي الباسبور، حنا بخير الحمد لله. ليكيب ما دخلتش كامله اللي كانت معايا، تقسمنا على جوج، والمهم كنا حنا ثلاثه هما باقيين تما. كنتمنى يدخلوا، كاين الزحام برا بزاف وكاين البرد والناس واقفه كتسنى البرد وتسنى في البرد. تكرفسنا شويه ولكن الحمد لله بخير. المهم ها هي هاد البلاصه هادي، راه فاش ديك الساعه كتدخل من داك الباب الكبير ديال لي فرنسيه غيطلعوا لكم بها امور ترا. غنخرج من المدينه ان شاء الله ونقول لكم واش غنعمل. المهم الدراري اللي باقيين في الجامعه حاولوا تلبسوا مزيان، راه كنتسناو البرد عرفتوا احنا شحال لابسين ما كنمشي. لبسوا مزيان الماكسيموم ديال الحوايج، لبسوا من غير راه لابسين الماكسيموم، تبغوا ديروا حاجه فوق حاجه تقاشرت هما دولوهم ثلاثه. انتم الاخوان احنا صافي الحمد لله، طلعنا الباسبور احنا ان شاء الله غادي داخلين المدينه. شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف كاع الناس اللي وقفوا معنا والله العظيم. حنا غادي نتانستالا ونتكونسونطراو شويه، نحيدو من هاد البرد حيت جمدنا راه البرد ديال بصح، ونشوف هذيك الساعه شنو غندير. هانتوما راه كلشي ميسر الحمد لله، هاد الناس راه موجدين لنا كلشي. هانتوما حتى من لي كارطا من الاولين كنلقاهم كيعطيهم لينا، راه كلشي فابور كنا نلقاو موجدين لنا الماكله كلشي هو هذاك. المهم الناس اللي دخلوا بعد مجلة ليلى العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.